السلام عليكم اخوي، شو السالفه؟ مو شغلك يا شو؟ مو شغلي، مو بعد شوي طال عمرك راح يصير شغلي. صدقني صدقني صدقني. وانت منو؟ هذا الضابط، احب اعرفك على المحامي احمد ريش النعام. نعم هذا انا. لا يكون انت ولد ابو فياض وفياض ريش النعام. اي نعم، بلا فخر طال عمرك. الاولي يدي والثاني الوالد طال عمرك. اخ احمد، اخ احمد يا احمد، ارجوك ابوس ايدينك الثنتين بلا احمد هذه. قولوا لي بسرعه بسرعه، قولوا لي ممثل كويتي قدير ومعروف، احرفها من غين والف ونون وميم والف ولام وصاد والف ولام وحاء. قلت كل حروف الهجاء انت. غانم الصالح. صح غانم الصالح. وارونا دايما الصح. اقول يا الوالد، تهجى تحمون علينا المكان؟ لا لا ما يقدرون. تدري ليش؟ عشان عندنا رهائن والرهب فيك. زين تهجى، خطتنا للهروب راح تنجح؟ بتنجح افا عليك، بتنجح ما دام معك صالح بن صالح المتصلح. تنجح. الله لا يصلح منك مغ الزبره، خل تنتهي هالمصيبه هذه على خير. اذا ما رجعت كان اسوق الحريم ما كون انا بسعود. زعيم انا مش لهي اذبح هذا. لا 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 الحين خلي علي، خلي عشان يكون اول ضحيه من ضحاياي اذا ما نفذ طلباتنا. زين يا زعيم، من ترشح من هذيله ولا واحد منا؟ من هو اللي يروح يفاوضهم برا؟ غزاله غزاله تحقرت مقرص ربطوا بالليله بلا طيب ممكن نعرف طلباتكم شنو؟ طيب خلونا نكلم واحد فيكم. لا يا حضرة الضابط، لو سمحت ممكن انا اكلمهم؟ يعني بحكم الميانه والاهل وتفضل وحكم وظيفتي ومهنتي. تفضل. الو يدي يدي يدي، ترى اللي قاعد تسوونه جريمه، انصحك تهدون الرهائن حالا. اي وبعدين يدي، ما وصيك على الفالي، ها انت عارف. أحمد أنت يا سوي. ما شو تقول؟ ما نعم أنا. إيه نعم أنت. هم أمر طال عمرك. إيه ما يمر عليك عدو. الحقيقة أنا طبعاً ويا الوالد قررنا انك انت تروح تتفاوض يا الجماعه وتقول لهم طلباتنا. شلون يقول؟ ما درسنا هاللغه بالمدرسه. شلون؟ انا ما عندي مانع، بس تبولتي معاي. حبيبي العب غيرها، ندري ان تبولتك هذه حبيبتك تموت عليها ولا يمكن انك تستغني عنها، لكن اهلك عادي ما يهم. عدو ولا لا؟ كلامك عدل وانت صادق. لهذا السبب احنا اخترناك، علشان انت سكان امرته وما تصبر عن زوجتك. تبولتي مرة صوتك خمس دقائق. بيوز لا تتاخر، انتك جد فيني. لازم ارجع لك حبيبتي، ولا لو اي حد ثاني من الاهل كان مو مشكله عادي طاف، بس انت لازم ارجع لك. سجنك درو. اسكت. لو تكرمت يا مختطف، في عندي طلب ودي انكم تضيفون على الطلبات اللي بتطلبونها من هذول اللي برا. الله يخليكم ويكثر رهائنكم ان شاء الله. يا حلاله يدعي لنا. اي يمكن دعواته مستجابه. ريال صالح امر بشبي. يا ريت تكفى تقول لهم يدخلون هدى في الحلقه غصبا عن المؤلف. الله يخليك. كسر خاطري فيوز. امر ما يمر عليك خاطف، ضيف هالطلب على الطلبات. قوم يلا. هلا بك. قوم هات هات هذه رباطكم. شحن شحن. هلا وياك. روح قوم. وقف وقف. لا 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 صبر 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 صبر. هذا تعال 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 تعال. هذا فايز، هذا فيوز فيوز، هذا ولدهم هذا. تذبح
يعني جاي يتفاوض ويانا. اكيد الرجل المناسب في المكان المناسب. شوي شوي. فيوز فيوز لا يكون اذوكم بس. اي والله حلوه. ممكن نعرف طلباتهم؟ ها يا اخي وايد حلوه. فيوز اكو ضحايا؟ ايه انا ضحيه بحبها يا اخي وايد حلوه. ذبحها انا بطشني ترى. يلا ذبحنا يا فيوز. تبولتك هذه بيسوونها سلطه بتموت. ها ايش قلت فيوز؟ حاضرة الضابط بيطرح عليك بعض الأسئلة، هو عليك إنك تجاوب عليهم بالضبط. ها؟ الحمد لله تبولتي ما فيها أي شيء. يا أخ فايز ممكن نعرف شنو طلباتهم؟ ها؟ وايد حلوة. إيه تذكرت. يبون هدى ترجع الحلقة، ويبون 10 ملايين دينار، ويبون هليكوبتر، وفي بعد طلب. وايد حلوة. قل لهم بننفذ لهم طلب واحد، بنخلي هدى تدش الحلقة ويطلقون 2 من الرهائن. سمعت؟ يلا روح قل لهم. إن شاء الله. الله يخلي الحكومة مو مكسرة معانا بشيء، تأمن سلامتنا وتوفر طلباتنا. أشكر حضرة الضابط. كاهو وصل، غط الباب يا صالحة. أشوى ما كشت فيني؟ تامر تامر يا زعيم فعلك. ان شاء الله ان شاء الله نهايتكم السجن. اسكت اسكت. انا عن فياض. امري يا عيون فياض دللي. عم فياض الله يخليك. امين. ايش رايك انا تطلعوني؟ انتو كودا وايد وانا ما راح اثر عليكم. بعدين لا تنسى انا بصير مرت ولدك احمد. اولا انا ماني موافق على زواج من احمد اصلا. ايش تشوف هالجيكر هذا؟ واحد مطلع شوارب بس لحيه. بعدين انا اقول احسن لك بلعي بسلطك حطيها بحلجك وسكتي. لا اثور فيك خليها حمسه بحلجك. قول لي انا يوم انك طلعت عنيني ورحت لهم وضابط طلع لك وقاكت انت وياه وبعدين عطيت ظهرك ويتني ودخلت عندنا بالصاله هني، ايش قال لك الضابط؟ اقول حضر الضابط انا اقدر ادش عليهم؟ لا طبعا لا، هذا شيء فيه خطوره عليك. لا عرفت شلون؟ ايه. وبعدين احنا بنقتحم المكان ويمكن تتاذى. يا الخبل شلون ادش عليهم؟ بالله دشيت عليهم وقلبوك رهينه، شفكك منهم بعدين؟ ايه عدل عدل عدل، صرقعين انا اعرفهم عدل يسوونها. بعدين احنا بندخل قنابل مسيله للدموع مع هدى. إيه تمام حلو حضر ضابط. جود انت اصبت الهدف يا عسكري. عم سيد هدى وصلت ولا لا؟ عم سيد كاهي وصلت. حضر ضابط كاهي مرحبا. هلا هداوي هلا يبا. اخت هدى احنا عملنا بالله ثم فيك انت اللي راح تنقذين عائلة ريش الحمام من الخاطفين. ليكون عساس مخطوف بعد يا عساس وعساس ذبحتنا كلش لعساس الغلس الحين. ايمان مخطوفه داخل في بيتكم. وشنو المطلوب مني يا حضره الضابط؟ هذه زين شايله نفسها تبيها تشيل قنابل؟ ما في قدامنا غير هالحل. مجرم خطير احرفه من الف وكاف وواو وراء وسين. اكل وسق كارلوس هذا مجرم دولي. صح 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 المعلومه دايما صح المعلومه دايما صح. هذه منو؟ اي هذه اللي طلعوا من المدريشه. اي هذه صفيه الخبله المصرقعه مالك شغل فيها. ممكن انها تساعدنا. ها شو تساعدكم فيه حضرة الضابط؟ هذه ما تدري عنها ودارها تساعدكم؟ حضرة الضابط ترى انت قلت مزحة، شو تساعدك فيها؟ صفية تساعدك؟ يبا هذه ما تعرف غير الانترنت ولهام 24 ساعة لهام. ايه اخت هدى الحين الشباب يعطونك القنابل وراح نرسم لك الخطة. تمام؟
تمام. يا زعيم زعيم. نعم. تعال اغفر اغلط على عورك. شوف طال عمرك الظهر انهم نفذوا اول مطالبنا وكافي هدى. ايه صدق صحيح بذمتك عيسى. تعال 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 شوفه تعال. سيد سيد يبي ذبحنا يبي ذبحنا. رفع يدك فوق فوق طالعها. ما اعرف طالع. شلون طالع ويديني فوق؟ خليك يديني فوق تابع عيونك. تدري شلون نزل يدك ربع عيونك؟ لا ما تصير. بس بس مشكور خاطف مشكور. اقول الوالد شنو هذول؟ الوالد ترى هذول صج يعني هاي المصارقعه ضاربه هذه منيح هذول مو لي. صالحه. نعم زين. اذا دشت الحين هذه اللي اسمها هدى فتشيها تفتيش ذاتي. هلا امرك زين. اي بس خلش لك. اسعد لحظات حياتي. انا من الصبح ساكته بس انا عندي طلب. كل طلباتكم مجابة وعلى حسابي أول مرة أسويها بحياتي. حلوة حلوة. بس 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 خلاص خلاص. أبي مسرح. أنا فنانة لازم أغني على مسرح. تقول أبي مسرح؟ إيه. عندك عندنا مسارح إحنا. إيه. عندنا مسارح وايد. وعلى أحدث يعني ماكو وسائل وطرق. وعندنا مسرح اثري بعد. كل سنه يسوون فيه ترميم لكن ان شاء الله بيجي. خطف خطف مسرح ما تحط راسك حط رجليك. يبا كلهم مسرحين وعليهم طقاسي. لا 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 ابشر بالخير. اسمح هو ابشر بالخير بسوي لك مسرح خاص لك بس حقك مقج وهذا اول مره اسويها بحياتي. هداي على كذي يكون خلصت الحلقة. صالحة. نعم زين. تعالي فتشي تفتش ذاتي مثل ما قلت لك. إن شاء الله على أمرك. يلا بسرعة بسرعة. عندك شيء؟ وأنت تفتشين هلا نامين؟ أبو سعود أشوف عيالك ناقصين. لا طال عمرك كلهم موجودين هني بس فوزي وميسون بالقراج عندهم اختراع قاعدين يسوونه. وبعرب ولدي لاهي بالمسلسل ماله. ومنال حرمته مسافرة تقول انها عندها منتدى. ما ندري انا ما اعرف شنو المنتدى هذا. ما نشوفها الا في المناسبات السعيدة. والحين صارت مناسبات غير سعيدة. من يوم ما ركبتوا هالمخوخ. خيانة خيانة زعيم خيانة. خيانة. خيانة يا زعيم خيانة خيانة. 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 هذه اي شوف قناه 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 كل هذا يطلع منك يا ابن الحلال. شنو هذا؟ ليش تسوين كذا يا هدى؟ ليه؟ الشرطه قالوا لي اصحى اصحى خلصت خلصت خلصت. انا ناوي اذبحها على اغصان هذه. طالع والحين الشرطه ما لقوا ولا يقولوا لك انتي؟ هو شو تسوي؟ اي مو لك. اقول يا الوالد اقول اشر عليك شيء. شنو؟ يبا احنا نذبح واحد من الرهائن علشان يعرفون ان احنا جادين. انا بذبح مسعود بذبح مسعود. انا بذبحك انا. انت يدواج عندي ان ما رديتك سوق الحريم ما اكون انا ابو سعود. شنو هذا يا الاسفل منك؟ ضيعت اسف يا الوالد. احنا لازم نسوي قرعه. ايش حق القرعه يا الوالد؟ احنا نشوف واحد من عيال ابو سعود يفدي ابوه. لا بديت تفكر زين انت. انت المساعدي. من يفدي ابو سعود؟ انا. من هو؟ والله مو انا. انا. انت؟ انا ما عندي اي استعداد افديه لاني انا توي في مقتبل عمر شاب مقبل على الحياه. والله انك اشوف من مقضي ايش حق جاينا. خليك مدمر. من يفدي ابو سعود؟ يلا ورانا شغل عندنا سطو ثاني.
أسعد لحظات حياتي، نبي نورث المجمع. أي السفلة. يلا من يفدي أبوه؟ ما منكم يفدي أبوه؟ أبوكم يا الخمة، أبوكم يا الخونة يا الجبنة، أنا لمكانكم ما أفدي خسي. أمام المجرمين أنا مستعدة أفدي أبوي. ترن 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 ورا ورقة ولا كلمة. لا أنت كل واحد تكلم. يا أيوة حرام حرام هالأصفر هالحلو هذا، حرام هالزين هذا كله يروح علشان هالشيبة. ماكو غيرك يا أبو سعود، عيالك تبروا منك. صالحة. نعم سيدي. شوف شغلك إن شاء الله. طال عمرك ممكن أطلب طلب؟ إيه قول قول بسرعة. أخلص ممكن تطلب. وانت الحين مشبه شبي. ابي اطلب اغنيه واهديها. يطلب اغنيه ويهديها بعد. الاغنيه موافقين على طلبك، لكن الاهداء لا والله فراغه. لا هذا جزى المعروف، ولا هذا جزى طيبي، ولا هذا جزى طيبي. تحسبني انا مدري مدري بسوء نياتك، مدري بسوء نياتك. صالح. نعم زعيم. سدي مستعدة. منكم أراويك أنت للحين والهان. زين يا صالحة. نعم. وين قنبلتك؟ كاي. تل المسمار تليته. رمي. عفوا يا الوالد، سؤال وجيه. خير. أقول حين إذا رمت وانفجرت القنبلة حنا نموت؟ لا إحنا ما نموت، هم يموتون. يا إيه القنبلة هذه مصنوعة حقنا بس. إيه قنبلتنا. إيه ما تعورنا. إيش هو؟ رمي. ايش سويتي؟ ايه عاد هذه خبالات بالشارع. صفاء شوي شوي عليه، مو تاكلينه. فرصتي ما وريته. بوريه. خلاص يا صفاء، روح عنده وقضي له ينحاش. وين ينحاش من ورا هالنسره؟ اي دم قتلتيني يا مجرمة. أنا المجرمة قتلت القتلة. من كذي؟ لا ايش حقنا نوقف؟ انا قاعد حالنا على الناس، بس انا برايي انه يلقون على ابوهم النظره الاخيره. زين يلا روح قوموا شوفوا شيء الحلايا. شوفوا قوموا. الله يرحمك يا يبا. الله
ممكن انا القي النظره الاخيره بعد؟ لا 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 ما يصير ما يصير، انت اميره ما مثلنا، شلون تلقين النظره الاخيره عليه؟ ما عليه ما عليه الوالد، خلها تلقي نظره، على قولة القايل ياتي العتيل يمشي بجنازته. سامحني يا ابو سعود، سامحني. ان ما رديتك سوق الحريم يا صويلحه ما كون انا ابو سعود. سمعت ولا انا سمعت؟ يلا سمعت يا صالحه، ردت روح فيه اختح من المكان. لا 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 بس تهيؤات تهيؤات. اي على بالي، ها الظاهر انهم هجموا. صالحه. نعم زين. بطل الباب. على امرك. يلا. السلام عليكم، انتو شو مسوين؟ الدور يا برا مسكر الشوارع وما تخلي احد يمر. بس انا دخلت لاني انا سامي هولمز، دخلت من غير ما حد يحس فيني يا عمري. سموي يا ريتك جاي قبل شويه، بس شويه كان بدلناك ويا الوالد. هذا كنا ابو سعود يا عمري. بياض عطى صلته. مشكور توني ما اكل والله يا عمري. اقول بتاكل غصبا عليك، رضيت ولا ما رضيت؟ يلا شيلوا الجثه وقطوها برا. يلا محمد جيبوا الجثه. ها ابو شعري، ابو شعري كأنهم نفذوا تهديدهم يا ابو شعري. ادري ادري زين، مو الحل الحين شنو يا حضره الضابط؟ شو الحل؟ انا لازم اكلم السلطات العليا. هذا انت شفت اللي شفته؟ ها هذا ابو سعود. إيه حسافه عليك يا احمد، حسافه عليك، قبيضه عليك، طارت ايمان من يدينك. احمد من زمان وهي طايره من يدينك، من يوم ما خذيته من خلاتي الثلاث. حتى وانت ميت يا ابو سعود. احمد اغسل ايدك، عمرك ما تتزوج ايمان دام انها فيها اعمد، مالك امل. امونا لو عسى موجود تهجين يفديني بروحة اذا بغى يذبحني. يا هدى يا حبيبتي، انا اللي عارفه ان عيسى يحبك، لكن ترى اذا بيموت العمر غالي. بس صدقيني يا هدى، صدقيني انا ما راح اخليه يتزوج عليك. عيال هو يحبني. ايه طبعا يحبك، لكن يا ترى اذا يا هو على الدور انت تفدينه بروحك؟ طبعا لا. اوه يا سلام يا سلام على الحب، يا سلام. خليه يطلع من الاسر وشوفه اذا ما فتيت عليك. اسعد لحظات حياتي، بس كنا براغي حلجه صارت مضبوطه. سمعوا، اذا ما نفذتوا طلباتنا ترى خلي المسدس واطلع لكم واقتل واحد واحد من السياره واذبحه وارجع. ترى الوالد قال سوه. ايه الوالد قوله فعل. حمقي حمقي. اقول يبا احنا ترى بنرسل لكم جثه ثانيه اذا ما نفذتوا طلباتنا. اختاروا عاد انتوا، ريال مره كيفكم. ها يو احنا مجرمين سقرت، نعجبكم. يلا يلا ويدكم مجرمين فينا. يلا فهم الله فهم الله. يلا زعيم. الحين من على الدور؟ الدور على اللي تبي ننقي. انا ذابحني هذا السعلو اللي فيهاته كلها مضروبه. هذا شاهد على روحك. زبا سكتوا لنا اختها النشرة. انت اخو صفاء؟ لا هي
هم يقولوا فيهات يا معود ما نقدر نذبح اخت صفاء. من ينادي؟ من يناديني؟ لقد سمعت احدا يناديني. من يبين هي الطبيب؟ انا اخوك سامي يا عمري. سامي اخوي حبيبي. سمعوا، اللي يتحرش باخوي سامي ما يلوم الا نفسه. صفصف حبيبتي بعد عمري، انا ابي اطلع وياك العب سكرامبل وطلطل على عيسى بتطله. حتى انا ودي اشوف عسى. حتى ابو فياض اسمعني وحطني على بالك، اخوي تنفذ طلباته اخوي وبس، والباقي خس. اوكي انت تامرين امر يا صفاء. شفت الواسطه علشان تعرفون منو سامي يا عمري. فياض خدامك الصغير. خدامك الصغير. انا عندي طلب. تامر ابى اتزوج ايمان يا عمري. لا لا لا، انا انتحر ولا اتزوجك. لا غصب عليك تتزوجينه، والحين انا قلت الجوازه دي تتم، يعني لازم تتم. لازم تتم. فياض. ايوه فياض. ايوه سم. سم الله عدوك. ارتصر فيهم خلي يبولنا ملات عشان نوفق راسين بالحلال ما دام احنا متجمعين. لا لا لا، انا اللي بتصل. حرام عليكم، حرام عليكم، شفتوني انا يتيمه تسوي في كذي. الو حضرة الضابط، نبي الحين تجيبوا لنا ملات عشان هنا نبي نملك عندنا ملكه. زين باي. ها حضرة الضابط، بشر كلمت السلطات قالوا لك شيء. هدي هدي هدي، للحين في مباحثات، بس المبلغ المطلوب وايد. زين وش بيسوون؟ تخلونهم ياخذون المبلغ وينحاشون؟ لا طبعا لا، احنا عندنا خطه للقبض عليهم. حضرة الضابط افهمني ارجوك، مو اذا تاخرنا عليهم راح يقومون وينفذون تهديدهم، لانهم بالحاله هذه راح يذبحون كل خمس دقائق واحد. ارجوك افهمني. ما يقدرون، لان كذي بيخسرون الورقه اللي بيتفاوضون عليها. ايه مثل مفاوضات الربع، واخر شيء خسروا كل شيء. مشاري شوف انت وين واحنا وين الحين. الله يهديك، خلنا من السوالف هذه، انا فاهم قصدك، بس خلنا بهالمصيبه اللي احنا فيها الحين. زين يا الوالد، الخمس دقائق انتهت. شوف ادري عاد انت كيفك، طب وتنقه تخير منو تبي تكر فيهم على كيفك. نبتدي بهاليرادة. لا لا هذا حتى الحمى ما فيه. المبتهر هذا، خلي هذا مسبح. المسبح هذا ايه؟ حبيب هذول. لا هذا الحرام، خليهم بعدين. ايه بعدين هذا نلف كذي. هذي لا اذبحها. اقول للوالد انت جايب ويانا قصاب. شوفي شغل شرية على امرك يا زعيم. فيوز بذبحوني؟ الله، هذه اللوعة والحسرة، بتعذب بموتش حبيبتي. فيوز اقول لك بذبحوني، تبولتك بتموت. حلو، علشان احس من عقبك الحياة شلون بيكون طعمها. الله حلو، وتلاقي الاخبارنا وسائل الاعلام وصير قيس هذا الزمان، ويكتبون قصتنا مسلسل مثل هند وبدر. اقول اخوي فايز ترى ما في مشكله اذا تفتديها تموت عنها، عادي كرك ونمشي. لا اخوي لا، خذ راحتك، ذبحوها. يا شلون اجرب اللوعه والحسره؟ شلون اجرب الفراق المر؟ فيوز مو وقت اجرب الحين. خذ راحتك اخوي عشماوي. يلا يا اخوي عشماوي. اصينا عندك طلب اخير؟ اي ابي تذبحونا عشان نجرب عذاب الموت. يا جماعه ذبحوها الله يخليكم. يلا شلون بصير قيس هذا الزمان وهي مجابلتني؟ الله سكينه. نعم شو شغلك؟ ان شاء الله على امرك. ولا اقول لك خليني انا اذبحها. تفضل مهرم. تفضل تم 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 تم
طرح واحد. هذا الضابط ضحية جديدة يا حضرة الضابط، ضحية جديدة. يا حضرة الضابط اسمعني، صدقني هذول مجرمين، أنا أعرفهم زين، نفذوا لهم مطالبهم. ما جاتنا الأوامر للحين. يا حضرة الضابط، نحن بننطر الأوامر، العائلة كلها بتصفى يا حضرة الضابط. أعمد هذه كنا إيمان. ها واضح ان القتيله بنت، مبين من ملابسها. هاي الايمان مثل ما قلت لك. هذا الضابط، انا قررت اني انا اقتحم المنزل والان. امسك اعصابك ولا تتهور، ما نبي نزيد الطين بله. حلوه اللعبه. واي 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 ميون، ايش بيك؟ قاعد ابكي. ليش؟ في شيء؟ لا سمح الله. شلون ما احبها وهي حب الاول والاخير؟ لازم احبها. يمكن تبول ترجعت. اقعد الله يلوع كبدك على هاللوعه اللي قلتها. شنو يني اقعد؟ طلع هذا انت ايش فيك فايز؟ توا ميتة، توا عطى فرصة شوي على ما ترجع. يا بلا مسافة السكة مو طويلة. انت اسعد لحظات حياتي. صالحة. نعم زعيم. بطل الباب، واي حركة منهم ارمي.